أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي في مساكن قلبي. شكرا شكرا. إذا مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولدنا تحت جناحنا. ولدنا تحت جناحنا حصة من خلالها نطرقوا المواضيع مهمة تهمكم وتهمنا وتهم ولادكم كذلك. هذه الحصة من خلال أخصائيين يكونوا حاضرين معنا نقدم لكم بعض النصائح باش تربي ولادكم بالطريقة السليمة ونعيشوا كامل بأمان. اليوم موضوع مهم جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا من الماء كل شيء حيا، صدق الله العظيم. الماء ثروة مهمة جدا. اليوم معنا أخصائيين راح نتكلموا على هذه الثروة ونتكلموا كذلك كيفاش نحافظوا عليها وكيفاش نربي ولادنا باش يحافظوا عليها، لأن هذه الثروة مهمة جدا جدا لحياتنا. إذن راح يرافقني اليوم السيد مزيان صديق، رئيس دائرة على مستوى الشركة الجزائرية للمياه. تفضل 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 السيد صديق، شرفتنا. مرحبا بك. مرحبا بك. تفضل تفضل. شكرا. تفضل تفضل. كذلك ضيفي الدائم سيد لابري نور الدين، مرحبا بك. 39 سنه في سلك التعليم، مرحبا بك. تفضل تفضل. شرفتنا شرفتنا شرفتنا. مرحبا بك. واليوم معنا كذلك سيده تكلمنا على هذه الثروه وكيفاش نحافظوا عليها كذلك والتجربه الحيه تاعها مع اولادها وفي دارها وكامل. معنا السيده العمري. تفضلي مدام. تفضلي تفضلي مدام. مرحبا بك. مرحبا بك. شرفتينا شرفتينا. في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة باش يدير الواجبات المدرسية نتاعو، باش انتم ثاني أطفال تروحوا ديروا الواجبات المدرسية تاعكم. اليوم معنا حفصة، روحي بنتي تعالي تعالي. مرحبا بك. مرحبا بك. واش راكي بنتي؟ لاباس؟ لاباس. شحال في عمرك؟ 10 سنوات. الله يبارك. واش السنة الدرسي؟ السنة الخامسة. شاطرة؟ شحال جبتي المعادل؟ 9.72. واو، صفوا عليها صفوا عليها. الله يبارك بنتي الله يبارك. شاطرة شاطرة. كيفاش مدابينا مدام عندك المعدل العالي هذا، حطينا كيفاش دير الواجبات المدرسية تاعك؟ ديرهم بانتظام ولا حتى يقولوا لك ماما بابا راح يتقراي ولا كيفاش دير؟ لما أتي من المدرسة أستريح قليلا. إيه؟ وثم أذهبوا للدراسة. الله يبارك. وفي نهاية الأسبوع في الويكاند كيفاش ديري الجمعة والسبت؟ وقتاش تقراي؟ يوم الجمعة في الصباح ألعب وفي المساء أدرس. إيه؟ والسبت تقراي السبت ثاني. الله يبارك. إذن منظمة وقتك شاطرة شاطرة. الله يبارك. إذن حفصة بنتي روحي لهذاك المكتب ديري واجبات المدرسية نتاعك، وانتم يا أطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا ديروا فيه الواجبات المدرسية نتاعكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم. الماء الماء ثروة ثروة، حتى ولو الأمم في الأيام يعني في الفترة الأخيرة يتكلموا على حرب الماء من بعد، يعني كاين مع الريشوفمون بلانيتير وكامل، يعني الأرض ارتفعت درجة حرارها والماء نقص وكامل لا شوت دي غلاس وكامل. دونك الماء ثروة لازم نحافظوا عليها درك ماشي حتى تروح، يعني الندرة تاعها من بعد راح تكون يعني كارثة كارثة كبيرة. ماذا بيا اليوم نتكلموا على الماء دابور. مزيان اللي راك معنا اليوم استاذ صديق مزيان، باش تتكلمنا على الماء. الماء في الجزائر كيفاش، وين موجود، كيفاش يوجهه للبيوت، كيفاش، هل ترى الماء في الجزائر كافي ولا غير كافي، ولا كاين مشاريع باش الماء يكفي لكاع الناس؟ انا نشفى بكري كنا صغار كان ما عندناش الماء كل يوم، مثلا دركا مثلا نشوفوا في العاصمه وعده ولايات وين الناس الحمد لله عندهم الماء، كاين الناس اللي كانوا الروبيني ما يعرفوش، يعني الحمد لله دركا الماء موجود وكامل. ماذا بينا تكلمنا على الماء كيفاش كيفاش باش الناس تفهم يعني واش هو الماء في الجزائر وكيفاش يتصرف هذا الماء باش يوصل له. شكرا الأستاذ يزيد على الاهتمام بالثروة الأساسية والمهمة بالنسبة للبشرية كلها، المياه. طبعا الماء معروف في التاريخ أنه كان الإنسان يتجه أو يقطن
وين موجود مصدر المياه معروفة يعني. معروفة وكانت الحروب تنشأ بسبب يعني تشعل بسبب هاي هذه يعني غزوة بدر كما شفنا في الرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وصلوا داروا المعسكر تاعهم جنب البئر يعني طبعا حتى بدوا الرحل في الصحراء يعني كانوا يرحلوا ويبعثوا يتبعوا موجود مصدر الماء الماء وبالنسبة للماء حاليا بالجزائر الحمد لله يعني راهي متوفرة وصار يعني الدولة بذلت جهود كبيرة جدا في توصيل المياه للبيوت للبيوت عبر شبكات التوزيع وفي مشاريع يعني مثل مثلا إنشاء السدود وراهي كلها في طور الإنشاء ويعني والتطور إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للمحافظة يعني بالنسبة لأطفالنا يعني هم المستقبل وإحنا جيلنا كجيل الموجود حاليا يجب يعني نعمل يعني عملية تحسيسية لأطفالنا وهم المستقبل تاعنا يعني عدم تبذير خاصة تبذير المياه يعني توصيات عبر حصص مثل حصتك أستاذ يزيد بارك الله فيك يعني هذا أهم شيء يعني المستقبل أطفالنا يعني لازم نحسوهم لازم نحسوهم على عدم تبذير على هذاك هذاك حماية هذه الثروة هذه. هل احنا بكري كنا نعرفوا باللي ما كانش اللي ما عندوش اون باش ولا اون سيتان في الدار ولا بئر ولا ايوه حبينا نعرفوا الماء لما يخزن لما تخزن الماء في الدار مثلا واحد يديره في الجريكان ولا كيفاش يتخزن الماء هل يطول ما يطولش باش الناس يردوا بالهم طبعا يعني. هو الماء يجي معالج طبعا فيه يعني فيه تدخلات يعني لانه المياه وما ننسوش انه العصر الحالي يعني مثل ما تفضلت استاذ يزيد يعني الاحتباس الحراري ونسبه التلوث هي زادت بالضبط في الهواء سواء في الوديان يعني كله هذا ياثر على نوعيه المياه الموجوده في الجوفيه او السدود حتى يعني السطحيه طبعا فيه المياه لما نخزنها احنا في البيوت وكذا عندها مده معينه لا تتعداها يعني في التخزين بالضبط انا نشفى بكري كما كانش كاين الماء كنا كل يومين لازم نستعملها في هذوك اليومين ثلاث ايام اقصى حد يعني باش ترد بالك ولكن هما الماء درك الحمد لله راهو في الحنفيه وكامل كاين بالمرات الناس كون عندهم دي فويت في الدار دي فويت هذو ماذا بينا نتكلموا عليهم لانه شفت مره كان ريبورتاج يعني كان ريبورتاج على موضوع الماء هكذا قال لك بلي لي فويت قادرين يكونوا حتى ل 20 30% يعني من الماء اللي يروح يعني دي فويت هكذا تسربات تاع الماء اللي تروح ماذا بينا نتكلمنا عليها كيفاش كاين تسربات خارج المنزل وداخل المنزل طبعا تسربات خارج المنزل نحاولوا نتفادوها لانه هي مصدر اساس يعني في بعض الاحيان مصدر اساس تاع التلوث وهذه مضر صحة المواطن هذه بالضبط يعني هذه الخارجية لازم تدخل فيها لازم تكون في القنوات نتاعو لازم تكون في القنوات نتاعو بالنسبة للفويت تاع البيت يعني التسرب هذا تاع البيوت هذا يعني هو يلاحظها أي مواطن في الفاتورة تاعو بالضبط 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 أمرار يعني ما يجي الفاتورة وتجي الفاتورة غالية كثير يقول لك علاش جاتني فاتورة كثيرة أنا ما استعملتش هذا الماء هذا ولا كنت غايب شهر من البيت واستهلكت بالضبط هي مجرد قطرة واحدة يعني في مدة الفترة تاع الفاتورة هذيك تطلع له يعني هي كاين دي فويت فيزيبل يعني اللي تشوفهم باسكو الماء راهو يسلك وكامل كاين دي فويت اللي ما تشوفهمش مثلا تاع لاشاس دو بالمرات تكون ترمي الماء لداخل انت تسمع الحس هكذا تقول معليش الوك هو الماء راهو يروح يعني هذا وكدي مسؤوليه الناس من بعد نتكلموا على كيفاش نحافظوا على الماء كامل ماذا بنا اول شيء هو لي فويت يعني الناس لما يشوفوا عندهم لي فويت ولازم يعالجوها مباشره لانه الماء سي بريسيو كما يقولوا وكميه المياه في الجزائر كميه المياه عبر السدود وكم كما راهي دركا حاليا هل تكفي يعني حاجيه المواطن ولا هي مفروض تكفي تكفي يعني في مخزون الحمد لله حاليا ونتمنى مثل يعني الامطار اللي تجينا يعني ان شاء الله باذن الله يعني حتى السلطات يعني المعنيه يعني عم تحاول تبذل الجهد الكبير لتوفير المياه يعني كل مواطن عبر هو الماء في الجزائر الماء في الجزائر هو عبر السدود لي ستاسيون دو ديسالمون وشو يعني المصادر فيه في مصادر الماء فيه المياه الجوفيه مياه الجوفيه مثل الابار وفي المياه السطحيه مثل السدود والحمد لله الجزائر يعني أخذ الطريق أيضا مشوار يعني ممتاز جدا بالنسبة لتحلية مياه البحر
اللي تغطي مثل هاي بالجزائر العاصمة أو بوهران، يعني في بعض محطات تاع تحلية المياه اللي ساعدت كثير على تخفيف هذا الأزمة، هذا الطلب، هذا يعني هذا الطلب كثير. ولي روتوني كولينار وكامل كاينين يعني في الجزائر صدر فيه الري، فيه اللي موجه فوالا للسقي، لانه السقي للسقي والري طبعا، والفلاحه طبعا تلعب دور. فوالا الفلاحه، يعني الفلاحه حاجه مهمه يعني، وهي اللي تستعمل المياه اكثر. هل الفلاح يعني على ما نظن شفت بزاف فلاحين يحفروا ابار، يعني هي حسب المنطقه طبعا، في ابار في حسب يعني اذا كان الماء كان منطقه حسب المياه الجوفيه وحسب ايوه. واللي ما عندوش يلحقوا له الماء حتى المزرعه نتاعو يعني فيه طبعا فيه فيه لونيد جو بونس سي لوفيس ناسيونال دي ريغاسيون، هما اللي هي اللي متكلفه بالفلاحين. وهل كاين نظام في السقي؟ يعني انا شفت في دوله غربيه شفتها مثلا، دولة في العالم عندها 10% دي ريزيرف تاع المياه العذبة في العالم اللي هو كندا، عندهم 10%. واحد النهار كنت مع واحد صديقي كان يسقي في الغازون تاعو، يسقي في الغازون هكذا، وغدوة من ذاك طلعت الشمس شفتو في الليل ما سقاش، قلت له ما تسقيش اليوم، قال لي لا لا نسقي نهار بنهار، القانون يقول هكذا. يعني دولة عندها 10% من المدخرات يعني من دي ريزيرف دو دوس، تقول لهم سقيو نهار بنهار، ولما تجي لا كانيكول يبعثوا لهم كاع دي كوري ممنوع انك تغسل السياره في البيت. يعني يعني هذه اللي صح جميل، يعني انه مهما انا نقول، انا جدي بكري كان يقول، يتكلم على الدراهم، يقول لك بعد تقول له اجدي ولا خلاص ولي دراهم، يقول لي لا لا يا وليدي لازم تحافظ عليهم كي يكونوا بزاف، باسكو كي يكونوا قلال هما يحافظوا على روحتهم يعني. صح يعني لما تكون عندك هذيك الماده بزاف فهي اللي لازم تحافظ عليها، من بعد كي تنقص من بعد انت باقي لك غير شويه تاع الماء وحدك راح تراسيوني. صح. ولما يكون كثير انت اللي لازم تما المواطنه تاعك تظهر وكامل، يعني التبذير، واحد يغسل قدام الدار هكذا ولا يغسل الطوموبيل تاعو، السياره ولا سياره بالبيدون، سياره ماشي بالتويو. هذا الشيء انا شفتها في دول العالم وكامل، يقول لهم السياره ما يجيش بالتويو سوف اذا كان عندك لو كارشر، صدير اللي ينقص الماء باش يمد لك ان جي وبضغط ممتاز، نعم، والكميه تكون قليله. واذا كان بالتويو هكذا السيارات تغسل بالبيدون. كاين بزاف حوايج هكذا، حوايج بسيطه هكذا قادره نتفاداو بها تبذير كبير 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 كبير. شكرا شكرا استاذ. أستاذ نور الدين لابري، كنا نتكلموا على الماء ونتكلموا على صرف المياه، نتكلموا على الماء ونتكلموا كيفاش الماء يوصل المدرسة. المدرسة بما أنك 39 سنة في سلك التربية والتعليم، المدرسة فيها الماء، والطفل عايش في المدرسة 7-6-8 ساعات في اليوم، يعني راح يستعمل هذاك الماء. حبيت نعرف هل المربيين هادو يعني عندهم يعني واجدين وعندهم دراية بلي هذه الثروة المائية هذه لازم نحافظوا عليها، واسكو يعلموا الدراري يقولوا لهم لازمش تبدروا الماء، ما لازمش تديروا، كيفاش التدابير هذه اللي تاخذوهم في المدرسة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، شكرا سي يزيد. إنه أنا أعتبر هذا الموضوع من المواضيع الأكثر أهمية. لماذا؟ لأن موضوعنا اليوم يتحدث عن الماء، والماء هو الحياة، ولابد أن يعرف كل مواطن قيمة هذا الماء ما دام هو الحياة. ليس الماء ليس هو الحياة للشخصي وحده فحسب، وإنما هو لحياة المجتمع كله، العالم كله. إذن أردت أن أبدأ بما بدأت به في بداية الحصة، وهو قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. شوفوا في القرآن الكريم الله عز وجل في ديننا الحنيف ذكر الماء، وذكر الماء في عدة صور وآيات، ولكن في هذه الآية مهمة جدا جدا جدا،
ينبهنا أصل الحياة. بأن الحياة وما أدراك من الحياة مرتبطة بالماء، وكل ما خلق الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء، ما قالش البشر فقط، لأن الحياة ليست مرتبطة بالإنسان فقط، حتى النبات إنه هو حي، كائن حي. بالضبط. الحيوان كائن حي. بالضبط. يعني كل شيء مرتبط بالماء. وأنا جاتني واحد تذكرت واحد الحادثة، هو كان واحد يقولوا له سانت إكزوبيري في الخمسينيات من القرن اللي فات، فرنساوي وعايش هنا بطبيعة الحال، كان عايش في الجزائر، وكان هو طيار نافياتور وعنده طائرة صغيرة ويمشي بها في كل مكان، ومرة من المرات مشى للصحراء، وهذا كتبه في كتاب، مشى للصحراء وسقطت به الطائرة وما مات، لكن سقطت متعفرة. المرة الأولى ما مات. نعم، المرة الأولى ما مات. ما مات، هاي المرة بعد مات بالطائرة. صحيح، بارك الله فيك سي ياسين. في الحرب العالمية الثانية. المهم لما شاف لقاه روحه في وسط الصحراء الجزائرية، الصحراء الجزائرية من أكبر الصحارى في الصحاري في العالم، لقى روحه وكانت الحرارة وكذا، إذن واش راح يدير؟ بقى عاش واحد السويعات أو حتى 3 أيام أو 4 أيام، يستنى فندا يطيح ندا في الليل ومع هذاك الشراع نتاعو ويمص الماء، وكان كل يوم في الصبيحة يختار اتجاه ويقول نروح نشوف من هذا، نروح من هذا الاتجاه لعلني أجد هذا النوماد الرحل وينقذوني، يروح يعاود يرجع من القوال ويزيد منا، في آخر المطاف متعب مرهق راح يموت، انتهى. قال اليوم الأخير تاعي نخير هذا الاتجاه، فإذا وجدت ناس ينقذوني وإلا سأموت. باختصار جدا أمشى، أطلع في واحد الكثبان لدين هكذا وهو يحبو ما نجمش يمشي، لما وصل في القمة انظر إلى التحت أوجد خيمة تاع ناس وهما شافوه، كمل وهو يحبو حتى وصل لهم، واش يدير رئيس القبيلة رئيس العائلة أب العائلة، واش يدير؟ حط له كما نقول احنا صحن ليان وفيه الماء، خاطرش يعرف بأنه محتاج إلى راح يموت. بينا لما وصل وهو يحبو إلى هذا الصحن، واش يقول هذا سانت إكزوبيري؟ انظر إلى الماء وقال له يا ماء لست ضروريا للحياة بل أنت الحياة، لأنه عرف بأن الذي أنقذه من الموت هو هذا الماء، هذه القطرات من الماء. إذن إحنا لازم نعرفوا كلنا. شوف الأستاذ يزيد، لقد ذكرت لنا في كندا كيفاش الناس رغم أنهم يتوفروا على كمية هائلة من الماء، 10% من الماء، ولكن رغم هذا عندهم ثقافة، عندهم وعي بأن الماء عزيز وغالي ولازم نحافظ عليه بكثرته. بالضبط. بكثرته نحافظ عليه، وهذه تدخل في الثقافة، تدخل في ثقافة المجتمع والمواطن. احنا كذلك، احنا جوزنا 21 سنة للوراء، انتم ربما الشباب ما يشفاش، 25 سنة والجزائر في 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 جفاف، أزمة ماء يعني. أزمة ماء خطيرة، كان الماء يجينا مرة في الأسبوع. بالضبط. يعني وهذا يأثر على حياتنا اليومية وعلى صحتنا وعلى نظافتنا. بالضبط. وعلى بالضبط. بالضبط. ولكن اليوم والحمد لله بمجهودات الدولة، فيه سدود وفيه ويعني وفيه لي جون تاع دروكي صابوا الماء في روبيني، صابوا الماء، رحمة نعمة، معليش نعمة، ولكن لازم تعرفوا القيمة تاعها. المدرسة، انا شفت في المدرسه بالمرات باسكو الطفل الصغير قادر يفتح الحنفيه خليها مفتوحه، نعم، ما علاش بيتغلق. نعم. ولكن فيه توعيه حتى وزاره التربيه تحرص دائما باش حتى في البرامج وفي بعض الاحيان في الدخول المدرسي الدرس الاول هو حول الماء، صارت مرتين او ثلاثه مرات. جميل. الدرس الاول اللي على المستوى الوطني كل التلاميذ والأساتذة والمعلمين يدرسوا هذا الموضوع، الماء كيف، خاصة كيف نقتصد الماء وعدم التبذير. والتبذير هو العمل اللي ربي سبحانه عز وجل يكرهه، من جملة الأمور اللي يكرهها الله عز وجل وينبذها هو التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. تبذير موش مليح، موش غير في الماء، في كل شيء. مثلا الإنسان يبروسي في سنانه. نعم. مثلا إذا كان أنا أعطيتني فرصة سي يزيد نقول غير 3 حاجات. ايه. نكثروش على المواطنين تاعنا. شوف ثلاث إجراءات بسيطة جدا، لو
كلنا نقوم بها راح نقتصد الملايين من الأمطار المكعبة من الماء في بلادنا. شوف كاين كلنا اليوم أصبحت تنظيف الأسنان يعني كل الناس منتشر منتشر وولادنا يديروا عادية يعني جميلة، لكن نفتح الحنفية ورانا نديروا في الفرشات هذه والميسيل وحنا ننظف هنا راك الضرائح ضي. احسبها انت يا صباحا ومساء واحسبها طيلة السنة بالضبط. كم بالضبط. من أمطار لازم تغلق، إذا نغلق وننظف ثم نغسل بسرعة هكذا بقطرات معقولة. هنا راك رايح توفر هكذا شيخ حتى في الحلاقة يعني في الحلاقة بارك الله فيك في الحلاقة راني نحلق والماء يسيل ليه ندير الماء اللي نحتاجه بعد نغلق ونحلق وفي التالي نغسل بسرعة. بالضبط كاين ثالثا وأتوقع هي في إجراءات كثيرة لكن غير ثلاثة فقط باش ما نثقلش عليكم ومهمة جدا. اليوم شبابنا راهو يصلي ويتوضا الحمد لله، يعني الشباب مقبل على الصلاة والصلاة شيء جميل جدا، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كل اولادنا يصلوا، كل المجتمع تاعنا يصلي الصلاة الصحيحة فالصلاة احنا نروح نتوضاو تلقى الناس يفتح الحنفية حتى في المساجد وحتى في البيوت والميسيل ونتوضا ظنا انه كل ما اكثر من الماء كلما تطهر احسن، وهذا خطا فادح. قادر نتوضا باناء باناء صغير جدا من الماء ويكفيني، لان الطهاره الوضوء ما روش الغسل يعني باش نحي الاوساخ، الوضوء عنده معنى اخر معنى رمزي كبير كبير كبير، يعني بحاجه قليله قادر نتوضا. لو ندير غير هذه فقط في لادوش وحده ياخذ الحمام نتاعو. نعم. كي يكون يدير الصابون نعم يعني مثلا لازم يقفل فيها اجراءات لازم يقفل هذه يعني سيدي ريفلكس للناس ديرهم كل يوم. يعني شوف عائله يكونوا 5 افراد كما قلت يبروسيو اسنانهم كامل مرتين ثلاثه في اليوم، الاب يحلق كل يوم، الابناء ياخذوا الحمام تاعهم كل يوم. نعم. يعني اذا كان لما يدير الصابون وكامل لازم يغلق الماء كما قلت مقبله شحال من الامطار المكعبه اللي رايحين. نعم. كان سيزيد اللي عندهم بعض جنينه صغيره في البيت في الدار عندهم دي بو دو فلور هكذا يروح يعمروا ذاك البو دو فلور بالمياه، يعني لا قطرات من المياه هو اصلا ما لازملوش الماء بزاف خاصه أصلاً. في الليل باش يبقى باش يشوف في وضح كاينه حاجه حبيت نقولها شفتها كذلك خلال زيارتي لكندا. ما عندكش حق انك تسقي الغازون قبل 8 تاع الليل بين 8 تاع الليل 6 تاع الصباح. نعم يعني هنا انا بالمرات نشوف ناس على 12 والوحده النهار يعني انت تسقي 50% تبخرت يتبخر تسقي في الليل كي تحشي هذه لازم تكون في تربيه انا سيدي ريفلكس ما من السياره كي تغسلها في النهار ما تغسلها اغسلها في الظل تفضل احسن اغسلها في الظل يعني كاين عده سيدي ريفلكس هكذا ماذا بين الناس يولفوهم انك تسقي في الليل انك مثلا سيارتك تغسلها بالبيدون تغسلها في الظل لما تغسل اسنانك تغلق العين لما تحلق تغلق العين لما دير الصابون في الحمام في لادوش تغلق العين يعني سيدي ريفلكس بسيطه. احنا ماذا بينا معنا سيدة اليوم حبيتك كربت بيت تكلميني برك كيفاش في البيت نتاعك كيفاش تعملي مع الماء كيفاش تعملي مع الماء؟ يا هل ترى ولادك وقف على هذا الشيء باش ما يبدلوش الماء يا هل ترى حبيت نعرف الفكرة تاعك كيفاش. السلام عليكم نشكرك على الاستضافة. مرحبا بك. الله يسلمك عيشك. انا في البيت كي باش يغسلوا نغلق لهم الحنفية كيعودوا يحكوا في سنانهم الحنفيه نعلمهم كيفاش ولفتهم كيفاش يعني بروسون بعد يحلوا باش يشلوا هايل ثاني في الدوش ثاني في كلش لما يديروا الصابون ولا لازم علمتهم كيفاش يغلقوا كامل يعني هي من الوالدين هي باسكو الطفل يبدا من التربيه من الدار الطفل لما تعلموا حاجه وهو من صغره يكبر عليها خلاص يعني يوالفها بعد والفه ولا وحدهم هذه هي اللي حبيت قلت بلا ما وقفه معهم لما تعلموا هذه القيم هذه راح يتربى على هذا الشيء. ايه بعد خلاص ولا وحدهم. ولا وحدهم. دونك الفاتورة تاع الماء ماهيش تجيكم غالية بزاف. الحمد لله. لاباس. الحمد لله. خلاص كما قال الأستاذ مقبلة الناس بالمرات عندهم تبذير هكذا بلا ما يفيقوا. مثلا يبروسي سنان وخلي العين محلولة 3 مرات 4 مرات لكل واحد في اليوم. يعني ومن بعد يتفاجأ بالفاتورة هذيك.
ولكن الماء هذاك راه وراح راه تسرب يعني تسرب. دونك مليح انكم يا اولياء ان شاء الله بربي تاخذوا هذه النصائح بعين الاعتبار باش تحافظوا على الماء اللي هو حياتنا وحياتكم وحياه اولادنا اللي راهم تحت جناحنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذه الحصه هذه الخاصه بالثروه المائيه. ان شاء الله تحافظوا عليها، احنا ثاني نحافظوا معكم على الماء اللي نحتاجوه كامل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق العيب يزيدنا فرحه، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحه. من حق الطفوله صحه علم وحب وحنان، حب وحنان مسؤولة حقها واجب.